صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: إذا تصرف شخص معي تصرف يدل على احتقاري وعدم تقديري وقاطعته لأجل هذا الفعل، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك ما هو صحيح. أنت أد الذي عليك، أد الذي عليك، وهو مسؤول عن فعل. هذه ناحية. الناحية الثانية أن العفو والمسامحة أحسن من المعاقبة. الله جل وعلا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأحسن أنك تعفو وتصفح ولك الأجر، وهو عليه الإثم في فعله. نعم.